انا اقدر اقول ان احنا من المفترض ان احنا الحكومه تتقدم بالقانون في الدوره او الدوره القادمه للبرلمان، وبالتالي يخرج القانون اللي هينظم العمل طبقا للدستور الجديد، ثم تعقد الانتخابات المحليه اللي انا بتمنى ان احنا يعني احنا بنتكلم في اكتر من 50,000 54,000 تقريبا، يعني احنا بنتمنى ان النسبة الكبيرة من الشباب والشابات يبقوا موجودين ممثلين ناجحين بشكل كبير في الانتخابات القادمة، اكتر حتى من 25% اللي احنا بنتكلم فيه. يعني احنا اذا كنا بنتكلم في مثلا 50,000 كرقم، ممكن نقول ان الرقم ده يعني ده المنتظر، يعني انا بقول رقم نقدر نحفظه، يبقى على الاقل في 12-13,000 على الاقل من الشباب والشابات موجودين في المحليات القادمة. لو ده تم وتم بشكل كفء وانتقينا او قدرنا بشكل كبير ننتخب او نختار ممثلين للمحليات بشكل كويس، هتبقى دي اول خطوة في الإصلاح اللي احنا بنتكلم فيه. ومجابهة عايزين تقولوا فوضى ماشي، فساد ماشي، بشكل أكثر قوة من الواقع اللي احنا موجودين فيه. فأنا أتمنى في الدورة القادمة للحكومة، وطبعا يعني الدكتور علي عبد العال في خلال الدورة القادمة في انعقادها يتم مناقشة القانون، وكمان الانتخابات على آخر العام لو امكننا ذلك، يبقى احنا عملنا الخطوه الكبيره اللي احنا منتظرينها بقى لها كتير. دي الاجابه اللي ممكن اقولها بشكل يعني مختصر جدا في هذا الموضوع. وخليني اضرب شويه امثله كمان كده لما انا اتكلمت على الدور اللي بتقوم بالمحليات. في كل محافظه حسب الاحياء اللي موجوده فيها والموظفين اللي موجودين ادائهم، وخلينا اتكلم باختصار برضو على الملاحظات اللي احنا شفناها خلال السنين اللي فاتت. يعني احنا نفاجئ ان يعني انا عايز اعمل استخدم تعبيرات تكون يعني تعبيرات منضبطة، يعني ده غياب كامل، ده غياب كامل لهذا الدور، وبالتالي زي ما قلت لكم كده النتائج صعبة جدا. مثال واختم بالكلام، يعني احنا عملنا تعديل لقانون المحاير، وكنا بنتمنى من خلال هذا القانون ان احنا نتحصل على ما يقرب من 18-20 مليار جنيه كعوائد من هذا الامر. احنا يعني ما خدناش، مش كده يا دكتور مصطفى، تقريبا ولا حتى 10% من ده. ده معناه ما احنا القانون مش دقيق، يا اما ادائنا هو اللي مش دقيق. لا، القانون عادي جدا، لان القانون ده كان بيعالج مساله اتعملت في الخمسينات والستينات يمكن، وبالتالي كان مطلوب تعديله. ولكن اللي حصل ان النتائج بتاعته زي ما قلت كده نتيجه الغياب، ويمكن احنا بنتكلم بين الفساد وبين الجهل. محجر واحد لمادة محجرية بسيطة خالص عادية جدا بس مسيطر عليها كويس، محجر واحد 35 مليون جنيه في الشهر، محجر واحد. احنا بنتكلم على آلاف المحاجر، آلاف المحاجر، معنى ان احنا ما نقدرش نتحصل على الأموال ديت. ومش ده المطلوب بس، النهاردة لما تيجوا تشوفوا حجم التعدي على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة على مستوى الدولة بالكامل بدون يعني ما نقدرش نقول في محافظة دون محافظة، احنا بنتكلم بالمطلق كده. كل ده يعكس الدور الخطير والمهم اللي في دول أخرى لا يستطيع مواطن إنه يزرع شجرة أو يشيل شجرة قدام بيته أو كده إلا وكان في يعني تصديق من المحليات لهذا الأمر. فإن شاء الله احنا نتمنى في خلال
هذا العام نتحرك ونحقق أول خطوة جادة في الإصلاح.